25,882 حالة شفاء من المرض كوفيد-19 هو إجمالي عدد حالات التعافي في البلاد، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة شفاء 834 حالة خلال 24 ساعة الماضية، كما أعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند تسجيل 514 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 35,466 حالة، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة في البلاد حتى اليوم 289 حالة.